طبعا الجهاز صوته ناعم خالص بعد التزييت والتشحيم. الهواء بتاعه قوي جدا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده هنشوف الجهاز ده، جهاز فاركولين او جهاز جلسات البخار للناس اللي عندها مشاكل تنفسية او عند الاطفال. الجهاز جاني كان فيه مشكلة في ضعف في كبس الكمبريسور. هو عبارة عن اير بامب او مضخة هواء بيتحط فيها طبعا العلاج او البخار او الكلام ده، والهواء بيطلع من هنا. فهي فكرتها بسيطة جدا، بتعمل مثل كومبريسور لضخ الهواء. وهنشوف دلوقتي مع بعض من جوه الجهاز شكله ايه وفكرة عمل الجهاز والصيانات الدورية اللي المفروض تتعمل للجهاز ده. ده شكل الجهاز، عبارة هنا موتور اي سي، وعندنا هنا في حدافة بتحول الحركة الدائرية للموتور لحركة ترددية للبستم هنا بالشكل ده، بالظبط زي بستم السيارة ولكن العكس. الحركة الدائرية بنحولها لحركة ترددية، في السيارة بنحول الحركة الترددية للمحرك بنحولها لحركة دائرية لتحريك عجل السيارة. هنا في خرطوم لدخول الهواء وفي خرطوم لخروج الهواء، وفي صمامين، صمام بيفتح عند الضخ للأعلى لخروج الهواء، والبستم نازل بيحصل شفط من الصمام التاني بيفتح العكس، فالصمامين عكس بعض. في حالة إن في صمام بيفتح التاني بيقفل، والأول اللي يقفل التاني يفتح. فالصيانة الدورية اللي هنعملها لازم يكون في هنا عند الجزء ده يكون في زيت، وفي المنطقة دي لازم يكون في مادة تشحيم. والمادة اللي هنستخدمها هي الفازلين، لأن الفازلين جيد جدا في تقليل الاحتكاك، وفي نفس الوقت الخامة بتاعته خفيفة جدا مش هتتقل البستم. طبعا الصيانة دي لازم تتعامل بشكل دوري للحفاظ على الجهاز، لان لو هنا مفيش اي مادة تليين هيحدث تآكل لجلدة البستم. هنحرك هنا كده لغاية ما ننزل البستم لأبعد مسافة، وبالقطنة والفازلين هنلف بس لفة هنا بسيطة كده. بس مش اكتر من كده. ممكن هنا نحط نقطة زيت دي كده اللي هنعمله بالنسبة للبستم. وفي نقطة تاني هنا الفلتر ده، مع الوقت ده فلتر لتنقية الهواء اللي داخل للبستم، وطبعا عشان ما يخرجش اي اتربة مع الهواء اللي طالع للمريض. هنا بيكون في فلتر، الفلتر ده طبعا بعد بالظبط شهر في بلادنا فيها اتربة كتير فبيتسد، بنشيله وبنحط مكانه قطعة قطن زي كده. طبعا دي لسه حاطينها فنظيفة وبتتغير كل فترة، دي لتنقية الهواء اللي مسحوب للبستم من أي أتربة.
طبعا دي محدش بياخد باله منها خالص، ولكنها مهمة جدا لصحة المريض وكمان للجهاز، وبتتحط بالشكل ده. هنقفل دلوقتي الجهاز جهاز بسيط جدا ولكنه مستخدم بشكل واسع في أغلب عيادات الأطفال. هنجرب الجهاز دلوقتي ونشوف قوة الهواء بتاعته. طبعا الجهاز صوته ناعم خالص بعد التزييت والتشحيم. الهواء بتاعه قوي جدا. اتمنى اي حد عنده الجهاز ده يعرف دلوقتي يعمل له صيانة بسهولة جدا، ما يستناش لما الجهاز تحصل فيه مشكلة، لان عند حدوث مشكلة بيكون صعب علاجها، ولكن التزييت باستمرار وتنظيف الفلتر باستمرار. على فكرة الفلتر مش بس عشان المريض وعشان البستم من جوه، ولكن الفلتر لما بيتسد بيبقى فيه صعوبة في سحب الهواء، وبالتالي الكاوتشة بتاعة البستم بتتاكل وتسرب هواء، وبنقول عليها البستم فوت زي موتور العربية بالظبط. فأتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة، ونشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. سلام.